بسم الله الرحمن الرحيم. في مقطع سابق تكلمنا عن فوائد البطاطا القصبية، هذه البطاطا القصبية، ولكن في السوق قد نجدها هكذا، يعني في هذا الطين وهذا الرمل وهذا الأطربة اللي كنسموها احنا الغيس، لأن هكذا تجنى مع عندهم ما يديروا لها. فعلا هي تزيد في الوزن، ولكن هكذا هذا الشيء اللي كيقولوا، هذا الشيء اللي عطى الله. انظروا هنا عندنا البطاطا القصبية، وذكرنا الفوائد الكثيرة ديالها. قلنا أن البطاطا القصبية عندها واحد الفوائد كثيرة، منها تحسين عملية الهضم وتنظيم مستوى السكر في الدم والوقاية من أمراض القلب والوقاية من السرطانات والتخفيض من علامات الشيخوخة. وقلنا عندها يعني كتحتوي على الكثير من الفيتامينات، منها فيتامين ألف وباء وجيم، والكثير من المعادن يعني الزنك والنحاس والمنغنيز والكالسيوم والحديد الكثير. عاد فيها ايضا السيلينيوم والبوتاسيوم، ايضا نجد البيتا كاروتين. هنا غنعطيو معلومات. اولا لا يجب ان تؤكل نيئه، لا يجب ان ناكلها نيئه، لان فيها واحد الماده كتسمى الاوكزاليت الكالسيوم. هاد الماده تقدر تسبب واحد التهيج في الفم والحلق، لذلك اما نشويوها او نسلقوها او نديروها في الطاجين او نقليوها، ولكن القليال الاكثر الانسان يبتعد على هادشي ديال القليال. وملي تبغي تشري هاد البطاطا القصبيه خد ديك لي الحجم ديالها اكبر، الحجم ديالها كبير شويه، هذيك هي اللي مزيان، ما تكونش صغيره كثير. كاينين كتدخل في الصناعات، كاين اللي كيصنع منها الخبز، كاين اللي كيطحنها ويدير منها المعجنات، كاين اللي كيشويها مع بعض انواع اللحوم. المهم حنا الموضوع ديالنا كتمشي للسوق كتلقاها، اذا على قبل هاد الطين وهاد الاطربه وهاد الغيوسات الانسان كيقول ما عندي بلاش كاع، لا داعي لها، وهي راه مهمه، هي راه مهمه، يعني راه خاص الانسان يشريها. كيقول انا كيفاش غادي ننظفها، كيفاش غادي ننقيها، والطريقه سهله. طريقه سهله، ناخذ واحد الاناء مثلا، اناء هذا اناء، ناخذ واحد الاناء نوضع فيه هاد البطاطس بالاطربه ديالها، ونسكب الماء يعني نخوي الماء، وناخذ هذه راه كتباع رخيصه، هذه الشبكه كتباع درهم، درهم واحد يعني هذه الشبكه، ونسكب الماء ونغسلها. ملي نغسلها نتخلص من داك الماء اللي فيه الاطربه، نخوي مثلا في حديقه البيت او في شي مكان، المهم نتخلص منه. وملي تغسلها راه تولي هكذا، حيت بعض الناس كيقشروها بالسكين، يستعملون السكين، لا نغسلها مزيان هكذا، وبهذه القشره ديالها يعني نطبخها بالقشره ديالها، نستعملها بهذه القشره ديالها، راها غير رقيقه، قشره رقيقه، نطبخها بالقشره ديالها، لا داعي لاخذ السكين وازاله القشره ومع الكثير من الفوائد. اذا هذه راه خت، هذه راه كانوا بحال بحال خواتها، تعير هذه تغسلت بهذه الطريقه ديال هذه الشبكه، الشبكه راه رخيصه، درهم واحد يعني عشور ديال الاورو تقريبا، يعني اورو واحد نشرو به 10 الشبكات، هاد الشبكه راه تضرب واحد المده طويله، ها هي وكنغسلوها، ونغسل واحد الكميه لا باس بها، ونخزنها، نحطها في واحد المكان نخزنها، انا كنت مواضعه في الثلاجه، هي حافظت على الطراوه ديالها. وهذه هي الفائده اللي بغيت نقتسمها معكم اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.